مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات بشأن زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من يوليو المقبل. مصر تدين مواصلة قوة الحوثي لهجماتها باتجاه المملكة العربية السعودية وتجدد رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة. لندن وورسو تؤكدان دعم سيادة وأمن أوكرانيا ضد التصعيد الروسي. 6 مساء بالقاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة مشاهدينا الكرام تأتيكم من التلفزيون المصري، فأهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، من ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة. وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أشار مدبولي إلى التنسيق مع السلطة التشريعية وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر. كان مدبولي قد استهل الاجتماع الحكومي بالإشارة إلى زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، منوها إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة التي خلالها تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين. كما أشار رئيس الوزراء إلى استقبال الرئيس السيسي لرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجه الدولة لتقوية العلاقات مع الأشقاء الأفارقة. وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الدولة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة في قطاعي الصحة والتعليم. وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين العاملين لدى أجهزة الدولة والهيئة العامة الخدمية والاقتصادية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي. أهلا بك دكتور. إذن الموافقة على حزمة قرارات بشأن زيادة الأجور والمنح والعلاوات، كيف تقرأ هذه القرارات اليوم؟ طبعا ده انتصار للموظف، وبنقول انحياز تام من القيادة السياسية لكافة عموم الشعب، ويمكن بشكل خاص للفئة اللي هي تحملت تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي. وده يمكن يعني من كلام سيادة الرئيس دايما اللي هو بيقول ان القاعدة العريضة هي من الشعب المصري هي اللي تحملت تبعات البرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، والحمد لله ان احنا بنجني ثماره النهارده وثمار نجاحه النهارده. فالنهارده بنتكلم بشكل اقتصادي باقرار علاوه دوريه للمخاطبين بقانون الحمايه بقانون الخدمه المدنيه 13% و7% لغير المخاطبين. لما نترجم ده بارقام احنا تقريبا بنرفع المخصصات لبند الاجور في الموازنه العامه من 361 مليار الى ما يقرب الى 400 مليار ويمكن يتخطى هذا الرقم. فده يمكن دليل قاطع على نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي احنا بنلمس ان بالفعل النهارده نتاج ثماره اللي احنا بنتحصل عليها من هذه العلاوه الجديده التي تصيب بفئه كبيره من الشعب المصري. يعني في هذه الحاله دكتور، الى اي مدى اذا سيكون لمثل هذه القرارات تاثير ايجابي على الموظفين والعاملين ايضا في المرحله المقبله؟
هي بالفعل في تأثير إيجابي هذه المسؤول المواطن بداية من أول يوليو القادم بزيادة 13% في مصدر دخله، طبعا بالإضافة إلى حوافز أخرى من داخل هذا القرار، حوافز في تخص المرتبات يعني تصيب القاعدة العريضة من هذه الفئة. فزي ما قلت حضرتك هو نتاج ثمار برنامج إصلاح اقتصادي. يمكن النهاردة يمكن احنا بندعم الاقتصاد المصري بدفع المواطن تحفيز الاستهلاك، فده ان كان هو بيستفيد منه القاعده العريضه من الموظفين. نعم. طيب بتفيد بشكل غير مباشر الشعب كله بتحفيز الاستهلاك. مفهوم. طيب دكتور، الموافقه على اقرار مخصصات ماليه للتعيينات الجديده في قطاعي الصحه والتعليم ايضا، كيف من شأنه هذا أن ينعكس وبماذا ينعكس على الصحة والتعليم أيضا؟ طبعا احنا النهاردة كنا بنشهد في مشاكل في قطاع الصحة، اللي احنا يعني بقالنا 7 سنوات بنحاول نتلافى يعني نعالج هذه الثغرات سواء في قطاع التعليم وقطاع الصحة. النهاردة لما بيبقى بخصص في الموازنة الجديدة مبالغ لتعيينات جديدة، فده بالفعل حاجة خطوة إيجابية سترفع من شأن قطاع الصحة ومن شأن قطاع التعليم اللي كان بيعاني الفترة الماضية من نقص في الموظفين، نقص في المدرسين، ويمكن تأثرت العملية التعليمية بشكل كبير فيه. ويمكن النهاردة اللي احنا بنشوفه دوت هو خطوة إيجابية للإصلاح الهيكلي في قطاعي الصحة والتعليم بفتح باب التعيينات من جديد. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد البهواشي الباحث الاقتصادي، كنت معنا في السادسة. وخلال استعراضه موقف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد مدبولي على أن أي تعد جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه وبكل حسم. كما أكد مدبولي أن الأجهزة المعنية بالدولة ستقوم بإزالة أي التعديات، فضلا عن اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان هذا الدعم من التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها من صور الدعم. كما شهد الاجتماع التنويه إلى الاتفاق على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسؤولة عن التصدي لتلك التعديات. في هذا السياق أكد وزير الداخلية محمود توفيق أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوري مع مخرجات اللجان المشكلة بالمحافظات، ذلك لمواجهة تلك الظاهرة. من جانبه أكد رئيس الوزراء أنه سوف يتابع بنفسه تقارير هذه اللجان حتى يتم القضاء تماما على أي تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها والحفاظ على الرقعة الزراعية. وخلال الاجتماع استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول الموقف الوبائي لكورونا محليا وعالميا، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي حجم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستهلكة والمتاحة بلغ 140 مليون جرعة. حول الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاحات، بلغ إجمالي الجرعات المستهلكة محليا من اللقاح المضاد لكورونا 66.6 مليون جرعة، حيث أصبح هناك 28.7 مليون شخص محصن بالكامل بالجرعتين الأولى والثانية.
كما شهد الاجتماع أيضا استعراض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب لأهم الملامح الخاصة بالنسخة المحدثة من الخريطة الاستثمارية. وأكد رئيس الهيئة أن التطوير يتيح إدراج وتعديل الفرص الاستثمارية، مضيفا أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن حاليا 2551 فرصة و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية. في نهاية العرض كلف رئيس الوزراء بتحديد مسؤول من كل الوزارات المعنية تكون مهمته تغذية الخريطة الاستثمارية بالبيانات والمعلومات أيضا، بالإضافة إلى استكمال كل المعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية. وافق مجلس الوزراء على بعض الطلبات المقدمة من تحالف الشركات وصندوق مصر السيادي الذي ينفذ مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر، ذلك باستخدام طاقات متجددة للإسراع بتنفيذ المشروع قبل بدء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل. هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس وشباب الجامعات ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب. ويأتي توقيع البروتوكولات في إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لرفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب. وأكد مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة، حيث يعد تأهيلهم مهم جدا وأيضا صقل مهاراتهم وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، موضحا أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة. انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية 109 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، ذلك برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب ومن يمثلونهم. يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس يتضمن عددا من البنود المهمة، منها إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم وإعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، أيضا القمة العربية التنموية 5 في موريتانيا 2023. وخلال ترأسها لأعمال اللجنة الوزارية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية فلا يزال الطريق طويلا لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك. كما قالت الوزيرة إن مصر تعلق أمالا كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي حققت في إطار العمل الاجتماعي والاقتصادي العربي. رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة، فإنه لا يزال أمامنا الكثير من المهام والتي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض مصير التكامل الاقتصادي العربي المشترك المستقبلية، التي نأمل أن تتوصل إلى مراحلها النهائية بإعلان السوق العربية المشتركة والذي من شأنه أن يخدم مصالح الأمة العربية.
ومن جانبه أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في إطار التحضير لاستضافة مصر نهاية هذا العام للدورة 27 لمؤتمر المناخ. وأكد أبو الغيط استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم اللازم لتنسيق الجهود العربية في هذا الشأن، بالإضافة إلى إنجاح هذا الحدث العالمي بتنظيم واستضافة مصرية. إننا نتباحث في هذه الموضوعات في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات وتتداخل، فدولنا العربية جميعا لا تزال تواجه التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا. لقد شكلت هذه الجائحة تحديا طارئا وذا أولوية قصوى، كما ستنعكس آثاره بلا شك على الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي منذ 7 سنوات. ولقد أطلقت جامعة الدول العربية أواخر العام الماضي وبالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين التقرير الإقليمي بعنوان تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية. ويسلط هذا التقرير الضوء على إطار العمل المتكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة في الدول التي تواجه تحديات معقدة ومتشابكة. أشاد تقرير جديد للأمم المتحدة بدور عمليات مكافحة الإرهاب التي نفذتها الحكومة المصرية في الحد من نشاط التنظيمات الإرهابية في مصر، وخاصة منذ عام 2019. ويشير تقرير الأمين العام الذي إلى حدوث انخفاض في نشاط التنظيمات الإرهابية، وأضاف التقرير الأممي أن الفضل في ذلك يرجع إلى عمليات مكافحة الإرهاب والضربات الأمنية الناجحة التي أضعفت من هذه التنظيمات. وأشار التقرير إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة في مجالاته للبنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء. وإلى الملف الليبي، حيث صوت مجلس النواب الليبي على منح الثقة لفتح بشغا رئيسا للحكومة بإجماع الحاضرين. كما وافق مجلس النواب الليبي بالأغلبية على تعديل الإعلان الدستوري في ليبيا. وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح موافقة المجلس بالأغلبية على التعديل الدستوري بعد أن تلا مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس. رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقرار مجلس النواب بتكليف فتح باشاغا بتشكيل حكومة الاستقرار. وأكد بيان القيادة أنها تتابع باهتمام شديد كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة والدفع بالوطن إلى الأمام وتحقيق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار دستور البلاد، وأيضا بدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن والاستقرار. ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022 بتكليف السيد فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وذلك بالعمل مع جهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون. أعربت مصر عن بالغ إدانتها لمواصلة قوات الحوثي هجماتها باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي اليوم بطائرة مسيرة نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها. في بيان للخارجية المصرية، جددت مصر رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديدا صريحا لأمن واستقرار السعودية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية وسلامة المدنيين. كما أكدت مصر مجددا على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
أعلن التحالف العربي استئناف الرحلات الجوية والملاحة في مطار أبها الدولي، وفي بيان أكد التحالف عودة الحركة الجوية بانسيابية في مطار أبها الدولي، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الإصابات بين المدنيين نتيجة للهجوم على المطار إلى 12 شخصا. وكان التحالف العربي قد أعلن تدمير الدفاعات السعودية لطائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي. ميدانيا، أحكم الجيش اليمني الحصار على عناصر تابعة لقوات الحوثي وسط مدينة حرض الحدودية تابعة لمحافظة حجة، ذلك بعد أن أمن الجيش سلسلة جبلية شرق المدينة كانت قوات الحوثي تحاول عبر فك الحصار المفروض على عناصرها منذ الجمعة الماضي. ذكرت مصادر ميدانية بأن الجيش أحكم كذلك سيطرته على الأحياء الجنوبية والغربية من مدينة حرب، وأنها بصدد تنفيذ عمليات تمشيط واقتحام في الساعات المقبلة. بالتزامن، حقق الجيش اليمني تقدما جديدا شرق مديرية حرض بمحافظة حجة وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف قوات الحوثي. وإلى لبنان، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة ليست مطلوبة فقط من صندوق النقد الدولي، بل هي ضرورية لمصلحة لبنان، مؤكدا أنها ستكون موجعة. وخلال كلمته في حفل إعادة افتتاح المكتبة الوطنية في منطقة الصنائع بالعاصمة بيروت، دعا ميقاتي جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم للتعاون مع هذه الحكومة في مهمتها الواضحة والصعبة والتي تتمثل في وقف الانهيار والعمل لإنجاز خطة نهوض تضع لبنان على طريق التعافي والاستقرار. أصدر رئيس تونسي قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت. وأكد سعيد أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء. وأوضح سعيد أنه تم إعداد مسودة مرسوم للتصالح مع رجال الأعمال الضالعين بالفساد، ذلك مقابل مشروعات تنموية. وطالب الرئيس التونسي القضاء بتطبيق القانون بحيادية كاملة. وإلى العراق، حيث أكد مصدر أمني العثور على 14 صاروخا داخل مجمع سكني قيد الإنشاء في العاصمة العراقية بغداد. وقال المصدر الأمني إن قوة أمنية تمكنت أيضا من العثور على 4 صواريخ متهالكة وقديمة من نوع RPG، وذلك خلال عملية الحفر داخل أحد المجمعات السكنية في أحد أحياء بغداد، مؤكدا أن عملية التفتيش ما زالت مستمرة في العاصمة. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يجب العمل على دفع روسيا لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا. خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أكد جونسون دعم سيادة وأمن أوكرانيا ضد التصعيد الروسي. بدوره، أكد رئيس وزراء بولندا دعم مسار الأمن في أوروبا في مواجهة التصعيد الروسي، موضحا أن بلاده تنسق مع ناتو بشأن التوتر في أوكرانيا. وكان جونسون قد التقى في بروكسل بأمين عام حلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولتنبرغ، الذي أكد أن الحلف على أتم الاستعداد للاستماع لمطالب روسيا، موضحا أن الحلف يعمل على التعزيز الأمني في المنطقة، فضلا عن زيارة الفرق العسكرية على الحدود الجنوبية والشرقية. وفي المقابل، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد جونسون الجاهزية لفرض عقوبات على روسيا في ظل توقعات بإقدامها على الهجوم على أوكرانيا، غير أنه شدد في الوقت نفسه على الرغبة في سلوك الخيار الدبلوماسي. القوة الروسية ترتفع ونعرف أن الوقت ينخفض بانتظار أي غزو لأوكرانيا، وعلينا أن نكون جاهزون لأسوأ سيناريو، ولكن علينا الاستمرار بالالتزام بإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية. تؤدي بريطانيا دورا مهما وحيويا على الصعيدين العسكري والسياسي. أرحب بدوركم
بإرسال الجنود وقوارب إضافية إلى ناتو، بالإضافة إلى الحشود التي أرسلتموها إلى بولندا لمساندتنا. ستلتزم بريطانيا بأمن أوروبا وهو لن يتغير. نملك أكبر ميزانية دفاع في أوروبا والثانية ضمن دول تحالف ضمن حلف ناتو، ونعمل أيضا على زيادة تعديدنا مع قوات الناتو، ووافقت على زيادة حزمة من المساعدات والدعم، وذلك لتقديم الدعم لقوات الناتو عبر إرسال القوات والسفن والقوارب للدفاع عن الحدود من الشمال إلى الجنوب. هذا وقد انطلقت التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة عظيمة الاتحاد 2022. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن التدريبات تجرى بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية. ولم تكشف موسكو ومنسك عدد الجنود المشاركين في المناورات، لكن الولايات المتحدة قالت إن روسيا تخطط لإرسال 30,000 عنصر إلى مناطق عدة في بيلاروسيا. وردا على المناورات الروسية البيلاروسية، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن تلك المناورات تعد مؤشرا على عنف بالغ قرب حدود أوكرانيا، فيما بدأت أوكرانيا هي الأخرى مناورات عسكرية. وقال وزير الدفاع الأوكراني إن المناورات الأوكرانية سوف تستمر لمدة 10 أيام، مضيفا أن القوات المسلحة الأوكرانية سوف تتدرب على استخدام طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدبابات المقدمة من شركاء أجانب على حد وصفه. مشاهدينا، نشرة السادسة لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. الصحة العالمية تقول إن إصابات كورونا بالقارة الإفريقية قد تكون أعلى 7 مرات من البيانات الرسمية. ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا عالميا إلى 403,218,000 حالة. وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5,777,206 حالة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر إصابة بالفيروس التاجي بإجمالي 77,265,000 حالة. من جهة أخرى، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، قالت إن تقديرات المنظمة تكشف أن عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 في القارة قد يكون أعلى 7 مرات مما تشير إليه البيانات الرسمية، في حين قد تكون الوفيات أعلى 2 أو 3 مرات عن المعلن. أظهر استطلاع حديث أن غالبية الأمريكيين يرون أن التغييرات في القواعد الصحية العامة بشأن منع تفشي فيروس كورونا هي غير واضحة ومثيرة للجدل. وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة بو البحثية الأمريكية أن هناك خلافا ما بين المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وبين بعض الولايات بشأن مدى إنهاء إلزامية ارتداء أقنعة الوجه كإجراء وقائي ضد كورونا. وجاءت نتائج الاستطلاع لتشير إلى أن 60% من الأمريكيين من المشاركين ذكروا أن التغيرات في التوصيات بشأن الصحة العامة لمواجهة انتشار الفيروس سببت لهم حالة من عدم الوضوح. لا تزال أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على كثير من دول العالم بعد مرور أكثر من 2 عامين على انتشاره. فمع تواجد أكثر من شركة أعلنت عن لقاح لمواجهة الفيروس واتخاذ عدد من الدول العديد من الإجراءات كي تحمي مواطنيها، إلا أن عددا من مواطني بعض الدول احتج على هذه القرارات.
ففي نيوزيلندا اشتبكت الشرطة مع محتجين مناهضين للقاح فيروس كورونا خلال تفريقها لمخيم اعتصام أمام مقر البرلمان قبل أن تقوم باعتقال العشرات منهم. مسؤول في الشرطة أكد أن قوات الأمن مستمرة في التواجد في موقع الاحتجاجات منعاً لأي أعمال شغب، وذلك في الوقت الذي يرفض عدد من المحتجين الطلبات المتكررة بمغادرة المنطقة. أما في كندا فقد أعلن رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ في العاصمة المشلولة منذ أكثر من أسبوع بسبب احتجاجات لمعارض القيود الصحية، معتبراً أن الوضع بات خارجاً عن السيطرة. الاحتجاجات في العاصمة الكندية امتدت إلى مدن رئيسية أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين واصلت عشرات الشاحنات ومتظاهرون شل الحركة في وسط العاصمة. أما في فرنسا فقد تجمع متظاهرون في قافلة الحرية في موقف للسيارات في نيس، والذين أكدوا اعتزامهم تنظيم مسيرة إلى باريس وبروكسل مقر الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء قيود فيروس كورونا، موضحين أنهم لا يفهمون سبب سريان فرض اللقاح في فرنسا. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية لإحدى قرى مركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمة الطبية للمواطنين. وقال وكيل وزارة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد، قال إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تلقى أيضا كبار السن لقاح فيروس كورونا وبسهولة ويسر بعد التسجيل على الموقع وتدليل جميع العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة النهاردة فيها عيادات طبية متخصصة ومتنقلة، معانا النهاردة 12 عربية تخصصية، موجود معانا الدكاترة أخصائيين واستشاريين، معانا صيدلية متكاملة تم إمدادها بكل الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية الموجودة في القافلة. الإعداد للقافلة بيبدأ من قبلها بحوالي أسبوع، بنراجع قاعدة البيانات اللي عندنا وبنراجع مركز المعلومات. آخر مرة عملنا قافلة في القرية دي كان إيه التخصص اللي فيه شغل جامد، إيه الأدوية اللي إحنا بنحتاجها بكمية أكبر بنزودها. عندنا 12 تخصص موجودين هنا بيقدموا الخدمات الطبية لأهالي القرية، بالإضافة لصيدلية فيها أكتر من 200 صنف من الأدوية. عندنا معمل للتحاليل الطبية في أكتر بيقدم أكتر من 40 تحليل طبي. أيضا في عدد من الاستشاريين والأخصائيين اللي هم بيقدموا الخدمات للتخصصات النادرة الغير موجودة للقرية هنا. جينا النهارده وكشفنا في القافله الطبيه الموجوده المقامه عندنا في قريه الابراهيميه القبليه التابعه لمركز كفر سعد محافظه دمياط. ما شاء الله قافله فيها عيادات كتير ومتنوعه، فيها جميع التخصصات وجميع الادويه الموجوده. ما فيش حد جه كشف وما اخدش علاج ولا الدكتور قال لا العلاج دوت مش موجود او التشخيص ده مش موجود. القافله موجوده على مدار اليومين، وبنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القافله المجانيه وعلى مبادره حياه كريمه اللي بتخدم قرى الريف في كفر سعد. أقيمت قافلة طبية بأبرق التابعة لإدارة الشلاتين الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال وزير وزارة أو وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر تامر مرعي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 69 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 10 فحوصات معملية وست أشعة وسونار، كما تم إجراء 9 حالات كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، ذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. نظمت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإحدى قرى مركز زفتة بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، ذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.
هذا وقد أكد رئيس جامعة طنطا محمود زكي أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج ل 1425 مواطنا بالمجان من أهالي القرية، كما تم تحويل 44 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والبطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال. في إطار الدور الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نحو استطلاع آراء المواطنين بهدف قياس نبض الشارع إزاء القضايا المختلفة، قام المركز خلال النصف الثاني من شهر يناير الماضي بإجراء استطلاع للرأي على عينة من المواطنين حول آرائهم في مبادرات إحلال السيارات. وأشار المركز إلى تأييد 61.6% من المبحوثين بالعينة لإحلال السيارة القديمة التي تعمل بالبنزين مر على تصنيعها 20 عاما فأكثر بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي. فيما يتعلق بالسؤال للمبحوثين بالعينة عن رؤيتهم في تقنين أوضاع السيارات المتهالكة المتروكة بالشوارع بحيث يتم رفعها وإبلاغ صاحبها خلال 48 ساعة عن سبب رفعها ومكان وجودها، ذلك ليتسلمها، مع التأكيد على أنه في حالة عدم تسلمها خلال شهرين يعد متنازلا عنها. أوضحت غالبية المواطنين تأييدهم للقرار، ذلك بنسبة 65.4%. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا دليلا يوضح كيفية التعامل الآمن مع الأجهزة المنزلية التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتطرق التقرير إلى إرشادات إجراءات التعامل الفوري مع حالات الطوارئ والمتمثلة في القيام أولا بإغلاق محابس البوتاجاز والسخان وكذلك محبس الغاز الرئيسي في المنزل، مع التأكد من إغلاق الغاز من المقبض المتواجد على الماسورة أو بجانبها في اتجاه عقارب الساعة، وعدم استعمال مفاتيح الإضاءة أو أجهزة الهاتف أو الأجهزة الكهربائية التي قد ينتج عنها شرر كهربائي. أعلنت وزارة الصحة فحص 22,250,741 امرأة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، ذلك منذ إطلاق المبادرة في يوليو لعام 2019. في بيان لوزارة الصحة أوضح أن المبادرة مستدامة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أول معسكر للطلاب ذوي الإعاقة قادرون باختلاف داخل جامعة بورسعيد، وأقيم المعسكر بالمدينة الرياضية لجامعة بورسعيد تحت شعار الإرادة والتحدي، وذلك بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، حيث شهد مشاركة 100 طالب وطالبة من بينهم 30 طالبا من الطلاب المتطوعين بالجامعة داخل وحدة التضامن الاجتماعي و70 طالبا من ذوي الإعاقة البصرية والحركية. استقبلت وزارة التخطيط وفدا باكستانيا رفيع المستوى للاطلاع على الجهود المبذولة في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والتعرف على مبادرة حياة كريمة. خلال اللقاء أشار نائب وزير التخطيط أحمد كمال إلى أن رؤية مصر 2030 التي أطلقتها دولة في 2016 لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحا أنه تم الانتهاء من تحديث الرؤية سيتم إطلاقها قريبا. وشهد الاجتماع استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لمصر الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي، بالإضافة إلى شرح مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي على حرص الوزارة على المشاركة في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء كافة الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسا للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع وزير الزراعة السيد القصير لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأرمان. أكدت وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ مشروعات لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية خلال السنوات الماضية لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، مضيفة أنه جار العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية. وأضافت الوزارة أنه وفي ضوء ما يواجهه شاطئ البحر الأبيض، أكد أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة من تراجع خط الشاطئ الأمر الذي يهدد الاستثمارات القائمة، فقد بدأت أجهزة الوزارة في تنفيذ أعمال المسح الأولية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية حماية الشاطئ الأبيض، بالإضافة إلى عمل مجموعة حواجز بعدد 20 رأس حاجز لحماية منطقة الأبيض وكورنيش الأبيض الجديد بطول حوالي يصل إلى 4 كيلومترات. من المقرر أن تنتهي هذه المرحلة في شهر مايو لعام 2024. وجهت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدين بضرورة استمرار العمل الجاد للانطلاق بالثقافة المصرية وجميع ألوان الفنون إلى آفاق أرحب، تأكيدا لريادة الوطن وتهيئة المناخ للفنانين والمبدعين لضمان تدفق وغزارة كافة أشكال الانتاج الثقافي والفني. وخلال اجتماعها بأعضاء جمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، أضافت إيناس عبد الدايم أن الثقافة المصرية نجحت للمرة الأولى في تاريخها في تأسيس شركة قابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية واستمرار العمل الجاد للانطلاق بالإبداع إلى آفاق أرحب. وأما الآن مشاهدينا الكرام فنتوقف مع أخبار الاقتصاد. نعم، تنضم إلينا ميرفت المليجي. لك ميرفت. شكرا رجائي وأميمة، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال لأخبار الاقتصاد. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إتاحة مبلغ 7,800,000,000 جنيه حتى الآن لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الأول من العام المالي الحالي. وقد لفت شعراوي إلى توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية. وفي بيان أكد شعراوي أن خطة عام 2021-2022 والتي تبلغ نحو 21,300,000,000 جنيه تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن، بالإضافة إلى حل الاختناقات المرورية وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على تزايد الدور الذي يلعبه قطاع الغاز الطبيعي في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصري، موضحا أن تزايد حجم الصادرات من الغاز بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة له انعكاسات إيجابية على إنتاج المحلية. وخلال ترأس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاز لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2022-2023، أضاف الملا أن التطور الذي لحق بقطاع الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجا لوضع وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل واضحة ومميزة بهدف تطوير وتحديث كانت بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوي.
أكدت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم على أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة هو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، والمقرر انعقاده أواخر شهر مارس القادم، والذي سيشهد لأول مرة دعوة مدير عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريون لحضور الفعاليات حتى يتعرفوا عن قرب عن استراتيجية الدولة والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع المدير التنفيذي لقطاع الأسمدة والطاقة الخضراء بشركة ألمانية متخصصة في مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة النظيفة لمدة 80 عاما في مصر، بهدف بحث سبل التعاون في إطار التحضير لإطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة. أعلنت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رانيا المشاط موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع مصر للفترة من 2022 وحتى 2027. وأضافت الوزيرة أن استراتيجية التعاون القطرية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي دعم جهود النمو الشامل والمستدام وتسريع التحول الأخضر وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأوضحت الوزارة أن محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي قد بلغت نحو 8,700,000,000 يورو خلال عام 2021 للقطاعين الحكومي والخاص. شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ووزير الحوكمة الرقمية اليونانية توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة تابعة للمشغل اليوناني المستقل لنقل الكهرباء، وذلك للربط بين مصر واليونان باستخدام أنظمة الكابلات البحرية. وتمهد مذكرة التفاهم الطريق نحو استكشاف خيارات الربط المختلفة بين البلدين وفرص التوسع إلى وجهات أخرى اعتمادا على البنية التحتية المتميزة وقدرات الربط الدولية للشركتين. وتمتلك مصر بنية تحتية للكابلات البحرية التي تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، تجعلها مركزا لحركة البيانات المتدفقة من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى اليونان، والتي تعد نقطة الدخول الأولى إلى العديد من الدول الأوروبية. أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الطراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة الجهود لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، منوها إلى تعزيز القدرات التصنيعية وتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة العربية للتصنيع وشركة سعودية. وقد أضاف الطراس أنه تم الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلي بشكل تدريجي لتوفير نفقات الاستيراد المكونات التي تدخل في هذه الصناعة، وكذلك العمل على خفض الواردات وتوطين هذه الصناعة، بما يسهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة والمتجددة وكذلك الحفاظ على البيئة. أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على انخفاض جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء. وعلى صعيد المؤشرات، فقد هبط مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 11,578 نقطة. كما انخفض أيضا مؤشر إي جي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي انخفض بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2,116 نقطة. الانخفاضات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 والذي انخفض بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3,140 نقطة.
نتحول إلى الشأن اللبناني، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن إقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2022. وقد أوضح ميقاتي أن الإيرادات قد أصبحت توازي تقريباً النفقات مع مبلغ 7000 مليار لاحتياطي الموازنة، مشيرا إلى أن التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية. إلى منطقة الخليج، حيث أغلقت بورصات الأسهم الرئيسية بالمنطقة على ارتفاع، بينما سجل مؤشر بورصة أبو ظبي أفضل أداء له في 3 أسابيع بارتفاع بنحو 1%. وقد صعد المؤشر الرئيسي في سوق دبي لليوم الخامس على التوالي، والذي ارتفع بنسبة 2%، وكانت أسهم القطاع المالي هي العامل الرئيسي في هذا الارتفاع. وقد أغلق مؤشر البورصة السعودية على ارتفاع بنسبة 0.5%، بينما استقر مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية. صعدت الأسهم اليابانية، حيث سارت أسهم التكنولوجيا على درب نظائرها التي حققت مكاسب قوية في وول ستريت، وزاد المؤشر نيكي بنسبة 42%. كما ارتفع المؤشر توباكس الأوسع نطاقا بنسبة 53%. وقد تصدرت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية المكاسب على المؤشر نيكي. وصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها بعد يوم من تحقيق أفضل جلسة لها منذ بداية العام، مدعومة بصعود الأسهم الألمانية التي تلقت دفعة من نمو فصلي قوي لأرباح شركة كبرى. وقد ارتفع المؤشر داكس الألمانية بنسبة 7% ليتصدر مكاسب مؤشرات أسواق المنطقة. كما زاد مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.5%. وقد صعد أيضا مؤشر قطاع السلع الصناعية والخدمات بنسبة 1.3%، في حين ارتفع أيضا مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنسبة 8%. في الدنمارك، قفز معدل التضخم إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما يشير إلى زيادة الضغوط على الأجور في الدولة التي تعاني بالفعل من نقص في العمالة. وقد كشفت هيئة الإحصاء الدنماركية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 4.3% في يناير هذا العام، وذلك مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقفزت أسعار السلع بنسبة 6.6%، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي لأي شهر منذ عام 1985. وقد جاء هذا مدفوعا بارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين مع ارتفاع التضخم الأساسي باستثناء الطاقة، والذي ارتفعت بنسبة 1.9%. تشير التوقعات الأوروبية إلى أنه من المفترض أن يصل التضخم في منطقة اليورو لذروته خلال الربع الحالي، كما يتوقع مسؤول الاتحاد الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بنسبة 4% هذا العام، وذلك مقابل 4.3% في التوقعات السابقة. نهاية أخبار الاقتصاد، وعودة لأميمة ورجاء. إليكم. شكرا ميرفت مليكي. أعلنت وزارة البيئة إطلاق الحملة الترويجية لمحميات جنوب سيناء، والتي تستهدف الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئي جديد. وأكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن ملف المحميات الطبيعية يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية لأهميته، وبالتالي يتم تطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون ما تزخر به مصر من تنوع بيولوجي بما يدعم البيئة والاقتصاد القومي، بجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة البيئية
بما يتضمنه من أنشطة متعددة. فكرة الترويج للمحميات الطبيعية بمفهوم السياحة البيئية بنطلقها دلوقتي مع بداية أجازات نص السنة من جوه القاهرة الجديدة. احنا من سنة ونص أطلقنا أول حملة في جنوب سيناء من راس محمد، النهاردة بنكمل الترويج ده من خلال مكان موجود جوه محمية الغابة المتحجرة. المحمية دي كانت زمان عبارة عن غابة، ومع التأثير بتاع تغير المناخ والجو ابتدى يبقى فيها حجارة، الأشجار تحولت لحجارة. في قصة لازم ولادنا يفهموها ونحكيها لهم، بس لو جم ولقوا المكان فاضي مش هيقدروا ان هم يستمتعوا. النهاردة بنطلق حملتين تابعين لوزارة البيئة ضمن فعاليات إيكو إيجيبت. أول حاجة هي حملة اسمها إيكو ساوث سيناي، اللي احنا فيها بنروج لمحميات جنوب سيناء بشكل بيئي مختلف. يعني احنا الناس كلها عارفة جنوب سيناء يعني شرم الشيخ، احنا بنحاول نقول لهم هي مش بس شرم الشيخ، عندنا خمس محميات في جنوب سيناء ممكن تعيشوا فيها لغاية 14 يوم ما بين السياحة البيئية والمجتمعات المحلية وما إلى ذلك، تستمتعوا بالمناظر الطبيعية، تستمتعوا بضيافة المجتمعات المحلية، أكلهم شربهم تراثهم ثقافتهم مزيكتهم. احنا عايشين أصلا في محمية نبك، وجينا هنا بالتعاون مع وزارة البيئة عملنا حاجة كده هدفها ترويج السياحة في سيناء. هي جزء من الخيم والقعدات البدوية اللي موجودة في سيناء مع الأكل والتراث السيناوي. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا تذكير برب الرزيم ما جاء فيها من عناوين. مجلس الوزراء يوافق على حزمة قرارات بشأن زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من شهر يوليو المقبل. ومصر تدين مواصلة قوات الحوثي هجماتها باتجاه المملكة العربية السعودية وتجدد رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة. ولندن ووارسو تؤكدان دعم سيادة وأمن أوكرانيا ضد التصعيد الروسي. إذن مشاهدينا الكرام السادسة انتهت. نعم، في تمام الساعة التاسعة مشاهدينا جولة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري. إلى ملتقى.